ميزانه على أرضية الميدان. ابن بطل الميادين أنور المجالي، ابن المجالي ومالك الأم بنت علي زاكر، ابن علي فالنتينو للمالك بهاء إبراهيم أبو محمود من دبوريا. المدربين اسطبلات الأشرف، القيادة ستكون لمالك سواعد. وأول من دخل أرضية الميدان هو بحر الداهش، ابن داهش، ابن فانتوم أونيل، الأم شعلة جونيور بنت بريق جونيور، تلك الأنثى الأنيقة التي شاركت في حقبة ما هنا على أرضية ميدان الأحلام، وتكللت إنجازاتها بنجاحات كثيرة. هذا الحصان ابن داهش وشعلة جونيور للمالك خالد حلاس. المدربين استبلات الحلاس، القيادة ستكون لأياس أبو جبل. من فحل ماجيك وان الأم بنت العندم للمالك، والمدرب حمادة زعرورة يخوض تجربة جديدة لملاقاة الكبار. سيكون تحت قيادة الخيال والفارس موشي الرماح، يشارك ربما يحلق مع الكبار في هذا الشوط. كل أرضية الميدان هو الآخر. هلال الشيخ، الشيخ البدو كمان ما شاء الله، شوفوها بالباب. هلال الشيخ بن شيخ البدو والسلطان، الملك أبو خالد الكرماوي، المدرب خالد الكرماوي، القيادة ستكون لأوس سواعد. أوس وينك يا أوس؟ عدد بيزانو بطل عام 2022 لفئة جيل الأربع سنوات، مواليد عام 2018 عندما كان تحت إشراف وتدريب اسطبلات أبو يحيى، دربه المرحوم هزيل أبو يحيى غريفات. هذا الحصان الذي يعرف ويعلم من أين تؤكل لحم الكتف، اليوم تحت إشراف وتدريب اسطبلات الأشرف بقيادة المايسترو الكبير منصور ورازي. موشي يعد العدة على صهوة ابن رباح، ابن ماجيك وبنت العندم للمالك والمدرب حمادة زعرورة. عدد عمر، عدد أوس. ورازي الأشرف، هذه الأسماء التي دربت خيول في عالم السباقات والميادين وأنتجت أبطال كثيرة. موشي يعتلي صهوة بن رماح، بن ماجيك وبنت العندم للمالك والمدرب حمادة زعرورة. بالتوفيق يا بن رماح، بالتوفيق لموشي، بالتوفيق لمصطفى زعرورة ولحمادة زعرورة ملاقاة الكبار في هذا الشوط. تحياتنا لأبو العاطف المدرب الكبير خالد حلاس، حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وتقبل الله الطاعات. مبروك الحجة يا حج. يلا أبو العاطف قول الله. انطلق بعملية الإحماء مع ياسم جبل وعمر الحلاس أحد مدربي اسطبلات الحلاس. كابيزانو أيضا انطلق بعملية الإحماء مع مالك سواعد ورازي أحد مدربين والمشرفين من قبل اسطبلات الأشرف. حبايبنا اللي داخل أرضية الميدان اللي بالنص، لورا لورا شباب، شباب لورا لورا.
للشيخ ينطلق الان بعمليه الحمايه بين شيخ البدو وسلطان للملك ابو خالد الكرماوي المدرب خالد القياده لاو السواعد. ما شاء الله هلال للشيخ. العاديات كفر كنا قان الجليل يقود برق الشيخ مع الخيال عمر الحسون. ما شاء الله برق الشيخ بن شيخ البدو وبندي جبل للمالك مالك حماد مدربي مزرعة العاديات القيادة لعمر الحسون. خيول شوط مسك الختام من مهرجان أمسة اليوم في الأولى الكبار يا حضار كابيزان وبحر الدهش هلال الشيخ بن رماح وبرق الشيخ. استعدادات للنهاية لتفتح بوابات ميدان الأحلام على مصراعيها لتقلع خمسة أسماء من هذه من هذا الجهاز. وفعلا ينطلق الشوط السادس الفئة الأولى على بركة الله الكبار يا حطار. ما شاء الله انطلاقة خماسية جميلة مثيرة كبيرة منذ البداية. يا سلام يا سلام يا سبو جبل مع بحر الدهش ينتزع الصدارة هو وكابيزانو. كابيزانو وبحر الدهش رأسا على رأس. ما شاء الله تبارك الله الخيول بالمراحل الأولى بل دخلت المنعطف الأول. كابيزانو متصدر هذا الشوط مع مالك سواعد. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله الأحسن الكبار يا حضار ما بين المنعطفين. برق الشيخ ينضم إلى الثنائية الأمامية مع عمر الحسون. الأحسنة دخلت الخط المستقيم. برق الشيخ وكابيزانو رأسا على رأس بالنزاع على صدارة هذا الشوط. يا سلام يا سلام كابيزانو وبرق الشيخ. أي سابو جبل يحاول مع بحر الدهش إلا أن كابيزانو يا بالتنازل عن المرتبة الأولى. كابيزانو بالمرتبة الأولى مع مالك سواعد. برق الشيخ بالمرتبة الثانية مع عمر الحسون وبحر الدهش بالمرتبة الثالثة مع أياس أبو جبل. بس شوي عن الأحصنة بالتتويج. كابيزانو 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 صاحب المرتبة الأولى بهذا الشوط من أنور الموجالي وبنت علي زاكر المالك بها إبراهيم أبو محمود المدربين الصبلات الأشرف منصور ورازي ومحمد العزيز القيادة لمالك سواعد. مبروك أبو محمود مبروك منصور مبروك رازي مبروك محمد العزيز. ما شاء الله كابيزانو مبروك مالك سواعد. مالك مرتبة الثانية برق الشيخ يا برق الشيخ ابن شيخ البدو وبدي جبل الملك مالك حماد فرسان خان الجليل كفر كنا المدربين مزرعة ومدرسة العاديات سيف حماد كفر كنا. وللتصفيق لبرق الشيخ. والسلام عليك يا برق سيف ركضة بتجنن ركضة تجنن فيش حكي الحمد لله فضل الله. طبعا طبعا ليس هذاك السيف شيلوه لمالك ليه ما تشيلوه وينه لما شيلوه وزقفوله زقفوله. نبدأ هذا الشوط بندهش وشعلة جونيور الملك خالد حلاس مدربين الصبلات الحلاس عبلين القيادة لأياس أبو جبل. عالكمر 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 أيوة أيوة مبروك حبيبي عمر مبروك بحر الدهش مبروك الصبلات الحلاس
يوم الجمعة إن شاء الله الجولة الثانية تغلق أبواب التسجيل إن شاء الله يوم الأربعاء تمام الساعة 8:00. إلى حين لكم منا كل التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.